مساء الخير على الجميع. مزاد جديد هالمرة، موديل الثمانينات من التحف الأمريكية، أو خلنا نقول مو مرة كلاسيك بالنسبة لنا، يعني الكلاسيك يكون أقدم، سبعينات، ستينات، خمسينات. كومارو موديل 88 يا أخوان، جير أوتوماتيك، تي توب اللي هو فتحات في السقف. الموديل هذا الجيل يسمى الجيل الثالث، ثيرد جينيريشن، بدأ من عام 82 وحتى عام 92. طبعا البداية في عام 82 المكان كان 305، 85 جابوا الابجريد سسبنشن، الاضافات اللي عليها، عندكم الماكينة كذلك جابوا 350 اللي هي 5.7 تي بي اي، نفس الماكينة اللي على نفس الموتر هذا، ماكينة الوكالة، غير الوكالة. طبعا فيو انجكشن اللي هو بخاخ. عندكم ال 350 الماكينة هذه تقريبا 230 حصان، طبعا اعلى من ال 305. 305 برضه 8 سلندر لكن تعطي حدود 220 حصان، 220 هورس باور. اللون هذا لون الوكالة لكن جدد صبغ مرة واحدة على كلام المالك، واللون هذا قليل نزل في عام 88، يعني شيء جميل. طبعا المزاد لمدة 4 أيام يا أخوان. ونقطة مهمة، النوع هذا يسمى آيروك زي. إيش معنى آيروك؟ الاختصار كل حرف له كلمة، اللي هو International Race. تقريبا International Race يعني هي حنا زي ما تقولوا نبغى نترجمها لكم بالاسم الصحيح، International Race of Champion اللي هو أبطال السباق الدوليين، هذا بالترجمة العربية يعني كل كلمة، عشان كذا يسمى آيروك زي. فموديل جميل، الماكينة 5.7، تعرف المكان هذه يعني برضو ما هي ما في عليها مشاكل في عند الإصلاح، أو 350 معروفة. فكومارو جميل، وأي سؤال أي استفسار يا أخوان الرجاء التواصل على الاتصال أو الواتساب، اللي يشوف الفيديو في اليوتيوب أو في الانستغرام، المزايد عن طريق الموقع الإلكتروني اللي هو الصفقة.sa. هذه جنوط كذلك الكومارو آيروك زي، داخلية الوكالة، اللهم الدركسون، عندكم الستيرينج ويل هو اللي مغير، مكيف شغال يا أخوان، وارد أمريكا، الممشى في العداد تقريبا 74,000 ميل. هذه داخلية السيارة زي ما انتم شايفين يا أخوان، الربل لا يوجد مشاكل هنا، هذه الداخلية، الطبلون، الداشبورد ما في أي مشاكل زي ما تشوفوا يا أخوان، غير أوتوماتيك، كيف شغال، لملاحظة هنا في الفرش أسفل، هنا ما في مشاكل في السيت الأمامي، الربل تبع التي توب برضو ما في مشاكل، لأنه هذا لو كان في قطوع أو شقوق مشكلة إنك تغيره، مو مشكلة يعني يكون شوية مكلف. هذا الملاحظات البسيطة هنا، هنا في الزاوية. الرجاء يا أخوان مشاهدة الفيديو بالكامل، في حال عندك سؤال استفسار تواصل معنا واتساب، إذا اتصلت وما حد رد الشباب في المكتب راح يرجع يتواصلوا معك، وأفضل طريقة الواتساب. 5.7 تو اكزوست تجيكم. طيب نشوف السيارة من هنا، هذا السيت الامامي، المقعد الامامي، بسم الله، هذا الممشى 74,000. اوكي يا اخوان،
طيب شغل السيارة الآن. ما شاء الله تبارك الله. استهلاك بسيط هنا في الأصح حق الجير، أمر طبيعي على موديل السيارة. مكيف بسم الله، مكيف شغال يا أخوان. خليك قريب هنا. القزاز هذا يعمل من هنا طبعا، يطلع شوف اللي هنا شغال. صك الباب اللي هنا شاهين وبعدين نصور. التيتوب هنا موجود، خذ الجوال شاهين خليك هنا. زي ما انتم شايفين مكيف شغال. اي سؤال اي استفسار حياكم، عليها لوحات سعودية جاهزة للنقل او التصدير. كمارو يا حبيبي 88 تي توب جير اوتوماتيك. راح تشوف السيارة من اسفل على الرافعة وحياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب والآن راح نوريكم الكومارو من أسفل ونذكر لكم جميع الملاحظات. عندكم البطانة السفلية هذا يا إخوان مثبتة بمسامير زي ما تشوفوا، بعض الخدوش هنا في البطانة. هذا الشاصي الأمامي الجهة هذه سليم، لا يوجد قص أو لحامات. هذا الجهة الثانية عندكم هنا كذلك، هذا الغطاء والبطانة اللي هنا مكسور غير موجودة. العضلات الأمامية سليمة، لا يوجد أي ملاحظات. كارتير الماكينة إخوان سليم من التهريبات، لكن يوجد دقة أو ضربة بسيطة زي ما تلاحظوا هنا في أسفل الكارتير، لكن لا يوجد تهريبات. كذلك كارتير الجير سليم من التهريبات. أرضية السيارة نظيفة، لا يوجد تآكل أو اهتراء او اي ملاحظات في الجهتين. اوريكم الجزء الخلفي هنا، الدفرنس الخلفي لا يوجد تهريبات او مشاكل. عندكم ترشيح بسيط جدا من صرة الزيت هنا، ممكن احتاج لها شد او شيء. عندكم مسامير عمود التوازن الخلفية تحتاج تغيير زي ما تشوفوا، تحتاج تغيير الجلد حقت مسمار عمود التوازن. المساعدات الخلفية سليمة، الشاصيه الخلفي سليم من اللحامات يا اخوان، لكن زي ما تشوفوا في اشياء ملحومة زيادة هنا زي ما تشوفوا الوصلة هذه على اساس يثبت الشكمان. هنا كذلك هذه الوصلة ملحومة زي ما تشوفوا هنا، كذلك هنا القطعة هذه، كذلك هذه كلها ملحومة في الشاصيه. يمكن انه كانت راكبة من اول وقصة على اساس يعدل محل الشكمان وللدبة زي ما تشوفوا. وهذه كانت جميع الملاحظات بالسيارة من اسفل.